يعني شوف، خلينا نتكلم بشكل مفصل أكثر. إيران دولة مؤسسات، يعني إيران لديها طريقة مرجعية، هناك دولة غير التي تراها في العلن، هناك دولة مؤسسات. إيران تملك نظام مخابراتي جدا عالي، تمتلك حس أمني جدا عالي، هذه يعطيها نوع من الأريحية. وأيد كلام ضيفك الدكتور علاء عندما قال أن إيران قد تستخدم تلك الطائرات والقديمة حتى تموه بعملية التنقل وتموه لأن إيران كثير ما هي مستهدفة. يعني أنا أستبعد لحد الآن، أستبعد حدوث أنه عمل يعني إرهابي أو عملية إسقاط، لكن اللي الغريب حتى أقول لك أنه إيران هي دولة مؤسسات، يعني مو مش متمثلة بشخص السيد رئيسي. إيران لديها المرشد الأعلى، لديها مجلس شورى، لديها برلمان، لديها دولة عميقة لا تعرفها أنت ولا أنا ولا الإعلام يعرفها. هذه الدولة دولة نظام يعني لا يؤثر عليها إذا ما قتل الرئيس أو مات الرئيس أو مات وزير الخارجية، والدليل على ذلك باللحظة الأولى التي أعلن فيها وفاة وزير خارجيتها السيد عبد للهيان، عين وزير خارجية لتلك الدولة. والآن تجري عملية انتقال السلطة بسلاسة، وهذا هاي السلاسة يعطيها النظام اللي يحمله هذا النظام، أعطتها هاي الصلاحية. اليوم عينوا رئيس نائب رئيس الجمهورية، غدا سيتم التصويت عليه في البرلمان وتمضي الأمور وكأنما شيئا لم يكن. نعم هم الآن في حداد، لكن عملية نظام الدولة، أكو دولة، شوف أكو نظام الدولة وأكو الدولة. إذن لن يؤثر يعني هذا على نفوذ إيران في المنطقة أبداً باختصار. لن يؤثر على نفوذ إيران، وسترى يعني لست يعني هذا مو ترويج لإيران، لكن هذا الواقع يقول أن إيران هي دولة مؤسسات ليست دولة رئيس. إذا مات الرئيس انهار كل شيء. هناك دولة محمية بنظام، وهذا النظام هو من يحرك تلك الدولة.